حذر رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني غلام جلالي من عودة وشيكة للاحتجاجات الشعبية، وذلك نظرا لتفاقم الأزمة في البلاد. ورأى جلالي أنه قد تكون هناك تهديدات أمنية من الداخل أو عسكرية وهجوما من الخارج على حد قوله. ويأتي هذا بينما تستمر التجمعات الاحتجاجية والاضطرابات العمالية في مختلف أنحاء إيران. وتشهد مدينة كرزون بمحافظة فارس بجنوب إيران مظاهرات احتجاجا على مخطط الحكومة لتقسيم منطقتهم، كما تتواصل احتجاجات عوائل المواطنين العرب في الأحواز أمام محاكم الثورة الإيرانية والمسؤولين مطالبين بالإفراج عن أبنائهم. وفي السياق، انضم تجار مدينتي بيران شهر ومعباد في محافظة كردستان إلى الإضراب العام تضامنا مع المدن الحدودية الأخرى، وذلك احتجاجا على إغلاق الحدود ومنع المواطنين من العمل في تلك المناطق. إلى ذلك، أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام 7 سجناء في سجن جوهر دشت بمدينة كرج، وقد تم نقل السجناء إلى الزنزانة المعزولة لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم رغم وجود شكوك في مصداقية الأحكام من قبل أهل الضحايا، حيث اتهموا السلطات بعدم حصول أبنائهم على محاكمة عادلة. وتأتي الإعدامات الأخيرة في وقت أعلنت فيه منظمات حقوقية في تقارير لها أن النظام الإيراني وحده ينفذ أكثر من نصف عمليات الإعدام في العالم. معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. مساء الخير أستاذ مبارك. من خلال التقارير التي تم عرضها، ما هو تقييمك لمسار الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقها وحتى يومنا هذا في إيران؟ مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. حقيقة لا تزال الأجواء توحي بأن المواطن الإيراني والشارع الإيراني يزداد وتيرة الغليان لديه جراء استمرار آلة البطش الإيرانية التي انتهجت أسلوب القمع ضد كل ساكن وضد كل متحرك إيراني قد ترى أنه يهدد بقاء النظام. الواضح أن التململ بالشارع الإيراني بات ملحوظا في كثير من المشهد السياسي المراقب حقيقة في الداخل الإيراني. المواطن الإيراني لا يزال يعتبر أفقر إنسان على وجه الأرض، برغم تربع إيران على ثروات طبيعية هائلة، إلا أن هذه الثروات حقيقة بكل أسف جندت لرغبات نظام المرشد ونظام الملالي الذي استخدمها لتغذية أذرعه الإرهابية خارج حدود إيران. نعم. مع بقاء المواطن الإيراني تحت البطش والقمع والتعذيب والإعدامات. وبمناسبة الإعدامات، دعيني فقط أشير إلى حقيقة مؤلمة جدا، وهي أن إيران تعتبر ما انحطم الرقم القياسي في قضية الإعدامات، ما يعادل تقريبا حكم إعدام كل 4 ساعات على مدار 24 ساعة، وإيران تصدر أحكام الإعدام ضد مواطنيها غير عادئة بأي عقوبات أو أي مناشدات من منظمات حقوق الإنسان حتى هذه. نعم أستاذ مبارك، هل تعتقد بأن النظام الإيراني سيصمد طويلا أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد سياساته، خصوصا في ظل الضغوطات المتزايدة على النظام داخليا وعلى المستوى أيضا الداخلي أو الدولي؟ بكل أسف أن النظام الإيراني استخدم كل آلات العسكرية والأمنية والأمن السري في سبيل ترهيب المواطن الإيراني، ولعل نسن عقوبة الإعدام لكل من ينزل إلى الشوارع حتى ولو كان غير محتج تحت دواعي أو مزاحم فتوى الخميني الذي قال أن هذا تهدد الشريعة الإسلامية، في مزعم منه بأن هي في حقيقة تهدد بقاء في الحكم. بكل أسف أن
المجتمع الدولي خذل المواطن الإيراني ولم يقدم له أي دعم معنوي حتى أو إعلامي أو سياسي، بل نعم. تركه في مهب الريح في شوارع طهران يصارع آلة البطش ويصارع التقتيل والاعتقالات والإعدامات التي طالت كل الأسر والعوائل الإيرانية، حتى وازدادت وترت أيضا في الأقاليم التي تحتلها إيران، وفي خصوصا في جمهورية الأحواز العربية وفي جمهورية بلوشستان جنوب شرق إيران. مؤكد أن كل هذه الأقاليم لا تزال بكل أسف يسن في عمليات اعتقالات وإعدامات بالشوارع بمزاعم تهريب المخدرات، وهي في حقيقة لأنها معارضة لبقاء النظام الملالي الذي أرهب المواطن الإيراني وأرهب المنطقة بأكملها. نعم، من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي، شكرا جزيلا لك. تتجه حكومات الاتحاد الأوروبي نحو الموافقة على مقترح فرض عقوبات جديدة على إيران الذي طرحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا كوسيلة لإثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بحسب دبلوماسيين أوروبيين.